عبد الحليم خد ولعب عليها هذه خشبة. يلا هات يلا هات هذه خشبة في اليمين هيلعبها وخد نفسه مرة ثانية وهيجرب حظه وتأخر ولعب للشيشيني ورا الى عقل وعقل بيعمل اوفر حلو بالعقل عقل بيلعبها بالعقل كويس قوي واوفر مرة ثانية يلا يا 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 ابن 11 ابن 11 جول مصطفى صادق مصطفى صادق الجول الثاني لمصر مصطفى صادق الجول الثاني لمصر نمرة 11 نمرة 11 الجول الثاني لمصر مصطفى صادق بعد 24 دقيقة هنشوف إعادة للعبة مصطفى صادق مصطفى صادق مصطفى صادق سمير ابراهيم ومصطفى صادق وبنشوف الإعادة للمرة الثالثة أو الرابعة اثنين صفر اثنين صفر لمصر والضربة الموضعية الحكم بينبه عليه وينبه على هذه خشبة ما يخرجش بره ولا حاجة وشفنا لعيب من البرتغال في أول مباراة